ظهرت دوقة ساكس ميغان ميركل بإطلالة جديدة وهي ترتدي الحجاب أثناء زيارتها لمسجد في جنوب أفريقيا، ووضعت ميركل الحجاب على رأسها ودخلت إلى المسجد، فيما تداولت وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي صورها على نطاق واسع بالحجاب. والتقت ميركل وزوجها الأمير هاري بعدد من ممثلي الأديان في جنوب أفريقيا في دعوة للتسامح والتعايش بما في ذلك مسلمون ومسيحيون ويهود. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.